ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده انا عازمه سكره حبيبتي عندي، وقالت لي يا طنط انا عايزه اطلب منك طلب. شوفي هي عايزه ايه. ايه سكره، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا طنط. انت قلت لي يا طنط انا عايزه اطلب منك طلب، عايزه ايه حبيبتي؟ انا عايزه اكل كلاود كيك. كلاود كيك؟ اه، اللي هي كيكه الغيمه يعني، اه، او كيكه السحاب. اوكي خلاص، انت دوقتيها هنا عجبتك؟ ايوه. اوكي خلاص، هنعملها النهارده ان شاء الله بس بطريقه صحيه. تمام، النهارده ان شاء الله هنعمل الكلاود كيك او كيكه الغيمه او كيكه السحابه، يعني حاجه كده من الخيال، طعمها حلو، بتدوب بسرعه جدا في البق، وقريب شويه من الجابانيز كيك او الكيكه اليابانيه او الكاتن كاندي غزل البنات. هنعملها ان شاء الله بطريقه صحيه النهارده وهتعجبكم جدا، تابعوني خطوه خطوه. يلا بينا على المقادير. 3 بيض ابيض وعسل نحل وفانيليا ومعلقه كبيره نشا وملح. نبدا بقى الوصفه. هنفصل طبعا الصفار عن البياض، الثلاث بيضات كلهم طبعا، البياض سعراته الحرارية قليلة جدا يعني. هنحط عليهم الفانيليا، ممكن بشر ليمون، مفيش اي مشكلة خالص، وهنرش رشة ملح بس هنحاول ما نزودش الملح يعني. تمام، وهنحط عليها معلقتين صغيرين مليانين عسل نحل. تمام، وهنبتدي بقى نقلب الخليط مع بعضه. اوكي، وهنحط النشا بالتدريج، ما نحطش مره واحده عشان مبقاش في اي تكتلات وبعدين الفوم يعلى معايا، بالتدريج واحده واحده. وصفه حلوه جدا والاطفال هيحبوها والكبار كمان هيحبوها، لان هي حاجه جديده. تمام، لغايه ما الفوم ابتدي يعلى معايا زي ما احنا شايفين، ويبقى قائم يعني، بحيث ان انا امسك الطبق اقلبه يبقى الفوم ثابت ما يقعش. زي ما احنا شايفين اهو بيعمل علامات ان هو خلاص بقى تمام كده جاهز يعني. هنجيب صينيه احط فيها ورق زبده، لازم ورق زبده، خلي بالكم بتلزق جدا جدا الوصفه دي. تمام، هكون طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200، واول ما احط الكيك في الفرن اوطيها شويه، تبقى مثلا درجه حراره 180 ولا حاجه او 150، وبتبقى لدرجه مثلا وقت مثلا 25 دقيقه 30 دقيقه على حسب الفرن عندنا عامله ازاي. هسويها باي شكل انا عاوزاه، مش اي مشكله، الشكل تحبوه ممكن تعملوها في بولات صغيره، بس اهم حاجه تكون تحتيها ورق زبده عشان هي بتلزق جامد جدا. ناخد بالنا من الفرن مبقاش حامي عشان ما تتحرقش مننا. اوكي، زي ما احنا شايفين اهي شكلها، وهوريكم شكلها ان شاء الله اول ما تطلع من الفرن. Everything's unfolding as it should, and I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind, then I can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said and done, I'm pretty happy with it. Hey, hey, سكرة مبسوطة؟ مبسوطة قوي يا طن. يلا يا جماعة، هي دي بقى الكلاود كيك. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين الكاميرا ستقرب معايا شوية، هبطت مني والنار بس كانت عالية، خدوا بالكم عشان ما تتحرقش يعني، حتت بسيطة قوي بس الثلاثة واعد، بس شكلها تحفة. بردت هي معايا بدل ما اقطعها بال، خدوا بالكم هي بتلزق في ال في الورق الزبدة يعني. هنطلعها من ورق الزبدة عادي، اتس اوكي، هي طبيعي اوريدي بتهبط على قد ما منظرها كده من بره، بس من جوه تجنن، تحفة فنية. واحنا شايفين تحفة طبعا، احنا المفروض ناكلها سخنة، بس يعني انا حبيت اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا قلبها ابيض، في ناس بتحط لها كولرز الوان عادي، مفيش اي مشكله خالص، هبقى اعملها لكم مره بالالوان يعني مفيش اي مشكله. بس الميزه في الريسبي او الوصفه دي انها الكالوريز بتاعتها يعني ضئيله جدا، يعني يمكن الكالوريز الوحيده اللي موجوده هنا بتاعت العسل بس. بصوا هبطت ازاي، دوق بقى طعمها كده، الكاميرا ما تجيبنيش بقى وانا باكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، هي راحت فين اصلا؟ باشت في بقي، تحفه، حلوه قوي. شايفه يا سكره؟ ايوه يا طن. مبسوطه؟ اه. طب
طيب بصي بقى، هي الكاميرا دلوقتي هتقفل، نقعد بقى نضربها انا وانتي كلها تحفه تحفه تحفه. خلاص يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، يا ريت تجربوا الكلاود كيك دي او كيكه الغيمه، حلوه جدا ولادكم هيحبوها. وانتوا لو حابين تاكلوا اي حاجه مسكره دي هتفي بالغرض جدا 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 معاكم. بحبكم جدا واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير. واقول ايه يا سكره؟ هقول ايه؟ سلام ولا اقول ايه؟ لا مفيش كلام دلوقتي. ليه؟ ما اقول امتى؟ قولي لما تقولي متنسوش لايك وشير وسبسكرايب والفيسبوك والتيك توك. ايوه والانستجرام. اوكي بحبكم جدا ونقول ايه يا سكره؟ سلام سلام سلام.